بالمناسبة فادي رسالة ديال الحريات واللي على بشكل أساسي كنأكدوا أننا غنستمروا في النضال من أجل أن كافة الأقلام الحرة، كافة الأقلام المساندة للنضالات الشعبية تستمر في الكتابة وتستمر في الفضح ديال الوجه البشع المخزن. كذلك بهذه المناسبة كنذكروا النضال البطولي اللي كان في قلبه حركة 20 فبراير ضد العفو على السفاح الإسباني اللي اغتصب ما يزيد على عشرات الأطفال المغاربة، واللي تم بهذا الشكل النضالي اللي تنظم الاعتداء والخبع ديال المناضلات والمناضلات والمناضلين والترفع الدعوة ضد القمع ومن أجل إعادة هذا السفاح والمحاكمة ديالو وإلقاء به في السجن. ولكن على العكس من ذلك، المخزن اختار أنه يتابع المناضلين، مجموعة المناضلين في تنسيقية الرباط كتابعهم المخزن اليوم بتوامل فخر ديال التجمهر الغير مرخص والاعتداء على الملك العمومي. وهنا كنقول للمخزن أننا احنا مستمرون رغم الخمع ورغم التضييق ورغم التخطيل ورغم الاعتقال. وفي الأخير، كرامة حرية عدالة اجتماعية، كرامة حرية عدالة اجتماعية، كرامة حرية عدالة اجتماعية. وفي الأخير كنشدوا لكم ولكم تحية على الصمود والاستمرارية في إطار حركة 20 فبراير، وإننا لمستمرون وإننا لعائدون، وتحية لكم. 20 20 20 فبراير، 20 20 20 فبراير، 20 20 20 فبراير.